النهارده عاملين سمك بلطي وبوري بتتبيله حلوه جدا، ومعانا كمان جمبري صينيه، ومعانا الحلو بتاعنا النهارده كور جوز هند بالشوكولاته. تعالوا مع بعض نشوف السمك النهارده هنعمله ازاي. هنعمل معانا سمك بلطي وسمك بوري. انا جايبه نوعين السمك، وكل واحد يختار النوع اللي هو بيحبه واللي هو حاسس ان هو بيحب يستطعمه اكتر. انا من الناس اللي بحب البلطي مثلا اكتر عشان ناعم. البوري كمان من الاسماك الحلوه جدا جدا في السوا. هنعمله النهارده بالزبده والليمون. معانا بابريكا وبودره ثوم وكمون وكزبره ناشفه، شبت بقدونس، فلفل اخضر، شرايح ليمون، فصوص ثوم، سمنه بلدي او زبده او زيت زيتون. اختاروا حاجه من التلات حاجات دول عشان تستخدموها مع السمك. انا هنا التتبيله عاملاها ومجهزاها. هنعمل التتبيله ازاي؟ هنحط كده فصوص الثوم مع مكعبات الفلفل الاخضر مع الكزبره الناشفه مع الكمون مع بودره الثوم مع البابريكا، تمام كده خلاص، مع الشبت والبقدونس. هنحطهم في الاخر كده ياخدوا فرمه. معاهم بقى عصير ليمون خلاص، ملح وفلفل، الماده الدهنيه يا زيت زيتون يا سمنه بلدي يا زبده، تمام كده خلاص. هبتدي بقى اتبله، البس بس كده عشان ما نزفرش. نحط كده ورقه روزميري تديله نكهه حلوه وهو بيستوي السمك. طبعا بنضفه كويس جدا جدا. في حاله ان احنا ما بنعرفش ننضف السمك او بنخاف نتعور او كده، المحل المخصص اللي احنا جايبين منه السمك نخليه ينضفه لنا كويس قوي ويفتحه لنا كمان، مفيش مشكله خالص. واحنا يا دوبك في البيت نعمله. بصوا بنفتحه بالطريقه دي اهو، بصوا كده اهو، فاتحينه كده ومنضفينه، وده كمان مفتوح ومتنضف اهو. هجيب كده بقى التتبيله وابتدي احطها كده جوه السمك بالطريقه دي كده كده. وهنا كمان احط جوه الفتحات. السمك من الحاجات اللي بتشرب التتبيله بسرعه جدا، فمش محتاجين ان احنا نتبلها قبليها بكتير. هجيب بس كده حته من السمنه البلدي وعايزه اسيحها، واحط السمكايه كده، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، ودي برضو من مميزات السمك اهو كده. ممكن بقى كده شرايح الليمون اهو، احطها كده في الفتحة، بتدي طعم جميل جدا. نبقى نشيله بقى لما السمك يستوي اهو. طيب عقبال ما السمنه بس اللي عندي تسيح، اشيل بس دي كده. بصوا بقى هنحط هنا الثوم اهو مع البابريكا مع بودره الثوم مع حبه من الفلفل الرومي. عايزه اقول لكم الفلفل الرومي من الحاجات اللي بتبقى في التتبيله حلوه قوي، وعلى فكره ممكن تحط كمان فلفل احمر واصفر بيدي طعم حلو التتبيله. الكمون طبعا من اساسيات التتبيله. هنحط بقدونس وشبت، تمام، وهحط عصير الليمون في الاخر، ونعمل كده. بص بس، والتتبيله كده خلصت. عايزه اقول لكم